نوصلوا لسعادة العامين. حتى واحد ما يضحك علينا وكالونا الحم ولاحونا عظم في الاخر كيقولوا لينا تقسيتوا، علاش تقسينا وغادي بينا اللي يخلف؟ شحال خدامات الخدام في حي صناعي 100 درهم في النهار، شحال غيركب؟ كاين شي ترونسبور، كاين شي مدرسة، كاين شي طبيب، بغاوهم يكريسيو، بغاو ولادنا يضيعوا، كل واحد داير لي حملة على جيه. اليوم أنا هذا النداء كنوصلوا لسعادة العامين وجلالة الملك، فقط ما كنصيفطوا حتى شي واحد، كنصيفطوا هذا النداء أنا من حربيلي وزيادة وخلوق في حربيلي وباولد حربيلي وزيادة وخلوق فيه. اليوم اللي كنطلب من سعادة العامين أنا في بابه وأنا أمامه وغدا بكتافه، كل الناس الساكنة ديال حربيلي ما يبقاوش يكذبوا علينا، ما يبقاوش يضحكوا علينا، كنتسنى ميساج نسمعوا بالودنينا ديال سعادة العامين. بغينا نداء يبرد لي خاطري سعادة العامين، أنا ما كنتسوق حتى واحد، كنعترف بالعامين وبسعادة الملك وبكل من كيتسعي بهذا الشيء باش يضحكوا علينا ويقسيونا ويزيدوا تاخبوا على هذا، تاخبوا على هذا، هذا صالح هذا ما صالحش، شكون صالح دابا؟ بغينا اللي صالح نعرفوا، ما يقسيوناش صالح باش ويعايرونا ويقولوا لنا غتاخذوا الفلوس. اليوم بغينا اللي بلا فلوس يتدخل، بغينا داك فابور بغينا يتدخل، فاش في البيع والشراء، في الكذوب، في النفاق، في المزاح، في هذا في هذاك. واليوم هادو جوج نداءات كنصيفطوا للعامل واليوم انا قدامه وغدا امام كتافه، يعطينا حقنا وسكون الله يلقى لنا ولوليداتنا. وعاش الملك. كنتوصل لهاد النداء العامل ويقراها من هاد الناس اللي واقفات في الشمس، عيالات، امهات، مراضين، معوقين، جايين واقفين قدام العماله، واليوم كيسمع فينا وكنتمنى كاع اللي غيغطيه يعريه يعريه عليهم. كنا جايين من حق سكنى لائقه لنا وعلى عيد العامل نسمعوا النداء، ما يبقاوش الزباله كتعاود ليا الهضره اللي خايفه، داك قساك، داك دار لك، داك فعل لك، الحرب بغا ينوض، علاش حنا تنولوا في مشاكل؟ دوار حربي اللي بعزو وغنخرج بالقوه، علاش نمحن الناس معنا؟ يعطونا سكنه كيف قال لنا الملك، يعطونا سكنه لائقه والخبار بغيت توصل سعادة العامل. واليوم كنوصل هذا الشيء للوزير، كنوصلوا للوزير السكن، كنوصلوا ليه حيت ما كيقول لنا العامل ما سرقش الخبر، واليوم احنا قدامه، واليوم احنا امامه، واليوم انا عرقانه وكنهضر هضره ديال الرجال ماشي ديال العيالات اللي كاين كيف اللي باعونا واللي شراونا في الاخر كيضحكوا علينا. حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطية، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤولية كصحابة باش الرأي العام يوصل، يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهة.